انت اول واحد او اول لاعب اللي سجل هدف في كاس العالم المنتخب ديال الكره المصغره. ربما المعلومه ما عارفينهاش بزاف، يحيى من اللعابه القلال بزاف اللي جاوا البطوله الوطنيه من كره القدم المصغره الفوتسال. اول حاجه يعني شنو الفرق بيناتهم، وثاني حاجه الاحساس ديال ان باقي لحد الان طبعا حتى اول هدف ديالك في الكوب ديما، كيفاش كان داك التحول من الفوتسال لكره القدم الكبيره كما كنقولوا الشامله؟ هو قلتي يعني كانت واحد من علاجي المغربي كيسجل كاس العالم دونك ماشي سهله. الحمد لله يعني كان لنا الشرف باش اثنين ديك كيف كتعرف الجامع كاين واحد جراوند ديفيرون بين زعما الكره ديال الفوت 11 والفوتسال زعما. الفوتسال كيعتمد دير واحد المسافه يعني كتكون صغيره، المسافه خصك تكون كيلعب بزاف لي كومبينيزو كتقدر تلعب تاتيك بزاف وكتبغي لي تكنيك شاني بزاف، عكس الكره الفوتسال زعما كيبغي واحد داش مساحه كبيره كتبغي كيشغير بزاف لي تاتيك كيشغير بزاف. دونك دابا كان ضروري وصلت زعما كيف قلت لك لعبت كوف دي موند زعما هو اكثر حاجه يقدر يوصل لها الانسان تلعب في الكره هي تلعب في كوف دي موند. ولعبنا كوف دي موند فوتسال يعني ما كانش شي حاجه لي كبيره، دونك خصك تغير شويه باش بنادم كيف كنقولوا يلعب يستافد ماديا ويستافد ثاني في كرة ثاني مشهورة أكثر من الفوتسال. داكشي علاش كنا بغيت نغير باش ناخذ واحد التجربة أخرى، والحمد لله حنا غاديين في هاد